هذا النوع من الاحتجاج على ما علت إليه أوضاع شغيلة الطرام الرباط السلع من تردي ومن تقهقر نتيجة يعني سلوك الإدارة الجديدة، سلوك هاد سياسة التراجع على المكتسبات وهاد الحيف والظلم طال شغيلة الطرام خصوصا المراقبين والسائقين، لأنهم مجموعة من المكتسبات التي حققوها عبر سنين طويلة من النظارات الآن يتم الإجهاز عليها والتراجع عنها من قبيل الخدمة الطويلة في لغة يعني مستخدمي الطرام، هي التي خدمة تتعدى 80 ساعات. كانت في الماضي كنا نعمل فقط خدمة طويلة في الأسبوع، واحدة في الأسبوع ومؤدى عنها، يعني كتحفيز باش المستخدمين يؤديوها. للأسف الآن تم التراجع عنها، وممكن أن يعني نخدموا حتى ربعات الخدمات الطويلة في الأسبوع وغير مؤدى عنها، وهذا يعني نوع من الظلم ونوع من الإجحاف ونوع من التضييق. كذلك هناك تضييق على الحريات النقابية. للأسف إدارة أسست مكتبا على المقاس ويعني وتعمل دائما على اللقاء به وفقط دون المكاتب الأخرى، خاصة المكتب ديالنا اللي معروف تابع الاتحاد المغربي للشغل. للأسف الشديد هذه السياسة ديال الانتقائية أدت بنا إلى كارثة، وهي ما يسمى باتفاق الشغل الجماعية بين قوسين، التي لا ترقى إلى 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 اتفاق الشغل الجماعية المعروفة يعني في مدونة الشغل. وقد نبهنا إلى هذا الخرق السافر، أن هذه الاتفاقية غير صحيحة، ولكن للأسف الشركة ماضية يعني في هذا الأمر هذا، وقد طالبناها بأن تكشف عن بنود وعن فصول هذه الاتفاقية، لكنها لحد الآن ولحد الساعة لم تعلن عنها ولم تلصقها، ولكن اكتفت يعني بمذكرة داخلية بإخبار بأن لقد تم الاتفاق على إبرام اتفاق الشغل الجماعية. للأسف نحن نطالب بإخراج هذه الاتفاقية يعني بصفة مسؤولة حتى يعني نقف نكتب على تفاصيلها. للأسف هذه منها. نطالب بإرجاع المطرودين، لأن السياسة الأخيرة ديال الإدارة الجديدة لترانسديف الرباط السلع المستغلة لشبكة الترامواي الرباط السلع عمدت إلى سياسة القمع والتهديد والترهيب، ويعني أبت إلا أن تطرد مجموعة من المستخدمين، والآن تم الطرد سوبرفيزور ومراقب بدون وجه حق، ولم تعتمد حتى على المسطرة التدرج يعني ولا وحتى على المسطره ديال الطرد والفصل، يعني لم تتخذها بشكل يعني صحيح حتى تكون يعني هذه العمليه يعني مقبوله وصحيحه. التحقت بالعمل ديالي من المؤسسين ديال الترام نهار 18/5/2011 الى يوم 10/3/2020. تم الطرد ديالي ظلما وعدوانا، ما عمري سنيت بيرتي اسمه، ما عمري حتى شي حاجه من الاوائل اللي تيخدموا. تم الفصل ديالي ظلما وعدوانا، تلصقوا لي تهمه بلا دليل بلا حتى شي حاجه، وقالوا لك انت مفصول، رغم ان نفس الحالات وقعوا الناس واخرهم هذه يومين اخرتهم حاله نفس الحاله مماثله ديالي. تم عطاوه 8 ميزابي، ماشي الاول ماشي الثاني، تعطيهم 8 ميزابي الا انا تم الفصل ديالي. علاش؟ لان كاين خروقات كثيره اللي دايرين هاد الناس هادو، وقالوا لك بان هما شركه فرنسيه تيتحداو كل شيء، وهذا الشيء بغيناه يوصل لسيدنا ويوصل للمسؤولين باش يعرفوا هاد الشيء اللي تيديروا هاد الناس هادو، وانا مستعد ندلي لهم ما يفيد الدوله، نعطيهم ما يفيد. هاد الناس هادو دايرين هاد الخروقات بزاف، لا في حق المواطنين لا في حق الناس اللي تيستعملوا الترام، كلهم دايرين في حقهم خروقات، وانا مستعد باش ندلي لهم بما يفيد وتتحمل جميع المسؤوليه ديالي.